الجوق الفيلارموني للمغرب لعشاق الموسيقى الكلاسيكية من خلال الحفل الذي أحياه بكنيسة نوتردام بمدينة الدار البيضاء. الأمسية لحظة قوية فنيا وجميلة إنسانيا، وإلى أجوائها ينقلنا روبورتاج زينة إتلامي. كنيسة نوتردام تعزف ألحان السلام. أعضاء الجوقة من مختلف الديانات يتقاسمون ركح التعايش بانسجام. رئيس الجوقة شاب فرنسي من أصل مغربي، قاد أجواقا سمفونية عبر العالم. عبر التعايش، أظن أن الديانة الثلاث لها منزلة خاصة. الموسيقى توحد كل الناس مهما كانت دياناتهم، مسيحيين أو مسلمين أو يهود. سفر تنتفي فيه اللغة والانتماء والهويات، تحملك السمفونيات إلى إبداعات برامس وشومان، حيث الفن والرقي والتجرد من التعصب والتطرف. أمر رائع، منحونا لحظات استطاعت فيها الموسيقى أن تعبر الزمن والثقافة واللغات، نتواصل عبر السمفونيات والنوتات الموسيقية. لحظات ساحرة، امتزاج كل هذه الثقافات على الركح، أمر ممتع. أول عرض أحضره، نجاح باهر. عندما توحد الموسيقى الديانات، أو حين تسمو الأحاسيس لقبول الآخر في عيش مشترك، فإنك في حضرة الجوق الفيلهارموني للمغرب. ختاما، تذكير بأبرز محطات